صباح الخير يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هو انا جيت المنشيه عشان اوريكم بقى المكان بالظبط فين، واوريكم في هنا في المنشيه. طبعا هنا اهو الجندي المجهول، هناك بعديه بشارع لا التاني اهو، في زهراء المنشيه على الناصيه، وفي صيدليه عثمان، تمام، وفي موقف الميكروباصات هنا الشارع بتاعه بقى ده. وبعدين على الناحيه التانيه في هناك البنك الاهلي اهو، وفي تكس تك والشناوي، هتعدوا بقى الشارع ده، تمام. هندخل بقى من عند زهراء المنشيه اهو حبايبي. المحلات من هنا من بدايتها، هو الشارع ده كله ترى يعني بتاع 500 محل كده، هو ده الشارع اللي بقول لكم عليه، تمام. ده اول محل موجود، ده برضو باخد منه حاجات، وكنتوا سالتوني برضو على حاجات كتير اهي، يعني كل الحاجات اللي هي بقى موجوده على النت، على الاونلاين يعني، كله موجود عنده هنا. والصواني اللي هي التركي طب انا هدخل جوه، تمام. في ايه؟ انت ايه؟ في حاجه؟ بص بقى حبيبي، احنا هنتأذي. بص كل لا بصور كل المنتجات بقى اللي هي ايه بنشوفها، ودول اللي هم بتوع البوتاجازات والكده، والفرش اللي منهم كبيره برضو، والفوط. هقول لكم دلوقتي الاسعار طبعا. بيدوكوا بقى هنا سعر الجملة، وفي برضو الصواني دي بس دي اللي هي كنت عايز اعرف اسعار حاجات. ها بكام الصاجات دي اللي هي الصاجات؟ تلات مقاسات. اسعاري بالظبط انت عايزه تعرفي. طب الصغيرة بكام؟ وال 17.5. الوسط عاملة 20. ايوه. والكبيرة 27.5. تمام. وريني بقى دول، وفي دول بتوع تصفيه الاطباق والكوبايات والكلام ده، بيتحطوا على الرخامات. دي سعرها ايه؟ قال لك سعرها ايه؟ ب 20 جنيه. وفي برضو اشكال تانية منها اهي، تمام. والولاعات بقى ومصافي، ودي بتاعه الرز، شياطه الرز. بصوا يا حبايبي، في منظم ده بالنسبه لده بتاع البصل والثوم والبطاطس والكلام ده، اللي هو كده بيتعمل كده ثلاثه فوق بعض، ده ب 300 جنيه، تمام. وفي الباسكت تحت بتاعه كبير اهو، ده ب 250، تمام. وفي منه الصغير كمان. والعلب بقى دي نازلين جداد، اللي هما فيهم ايد من ورا، كنت بدور عليهم بقالي فتره بس اول مره اشوفهم النهارده، نزلوا جداد اهو كويس. دي الصغيره ب 30، وفي الاكبر منها ب 35، تمام. وفي برضو ايه حاجات كده، وفي طقم البهارات ده. هدخل لكم بقى المحل من جوه واعرف لكم الاسعار ايه بالظبط كمان. يلا بينا. بتاعت الكيك دي عامله 65 بكلبس كده، بكلبسات دي ب 65، معلش بعتذر بقى عن الصوت. دي ب 65. وفي الفوانيس اللي هي السودا دي، ومنها برضو دول ب 150 جنيه، هما شبه بتوع ايكيا شويه، حلوه قوي برضو. وفي بتاعه الهامبرجر دي ب 75، حلوه. انا برضو ما استعملتهاش بس شايفاها حلوه قوي، بتضغط كده الهامبرجر دي، يعني بتشكل الهامبرجر يعني. وفي المنظمات بتاعه الميك اب، وفي ده بتاع المقشات والحاجات دي،
منظم بتاعهم. هو في حاجات كتير قوي بصراحه مش هعرف اقول لكم الاسعار كلها، بس في حاجات كتير. وده بتاع اللي بيتحط على السفره، وده اللي هو بيطلع اللي هي بتطلع اللي بالزيت، بس بصراحه خفيف قوي، لا ما عجبنيش، خفيف جدا. دول المصافي، وده اللي بيتعلق على الحوض، بتحط عليه الصابون، قصدي الليف ده. القمع مش عارفه ده ايه، السيليكون ده عايز اساله برضو ده ايه، بتهيألي ده اللي هو اللي بيدخل الفرن، هساله. وفي الهوكس دول كنت بدور عليهم قبل كده، موجودين اهم، ومصفات صغننه، مش مصفة اللي هي بتاعت البهارات، تحطي البهارات في الشوربه وتحطيها فيها. والهوكس دول برضو حلوين قوي. بصراحه هنا في حاجات كتير جدا، واللي هما المعايير، المحل تخشي مش عارفه تعملي ايه ولا ايه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، الحنفيات دي انا عندي منها تحفه، بتتركب في الحنفيه عشان ما تطرطش اهي، دي حلوه جدا، وهوريها لكم عملي عندي حطاها عشان ما تطرطش في الحوض، يعني الحنفيه ما تطرطش، وبعدين تجيلي بقى كل اللي في الحوض، بجد هايله جدا. هسال لكم برده بكام، هقول لكم عليها بكام. انا كنت جايباها من اونلاين ب 50 جنيه، ب 45. وفي اللي هي الشماعات دي كمان انا جبت منهم، بس مش عمليين، بيوقعوا الهدوم، مش حلوين خالص، ما تجيبوهاش يعني، انا بوريكم بس ما تجيبوهاش. ودي الفوانيس برضو لذيذه قوي، دي النازله جديد دي بكلبس. بكام العلبه دي؟ دي 25. والكبيره دي 45، والصغيره ب 25. وهم اللي بقول لكم عليهم دول اللي بايد، دول هاخد منهم النهارده اهم، الصغيره والكبيره حلوه جدا برضو. طب ودي بكام؟ ده غطا طعم، والله ما اعرف كام. ده غطا بس مش بتاع الكيك. حبايبي عجبني قوي، بصوا حبايبي عجبني قوي دول اللي هما بيتحط فيهم الكلينكس، دول الطباخ، وده حلو قوي، فعايزه اجيب، عايزه اجيب واحد منهم. ده ب 140، وقال لي ده 85 شكلهم. ودول بصوا اللي بيتعلق الكلينكس عليهم، وده بيتعلق الفوط عليهم، حلو قوي. طبعا الحاجات هنا يعني ملهاش حصر، الحاجات كل حاجه ملهاش حصر، فظيعه. ده المحل ده كله من بره، لكن من جوه كمان في حاجات كتير جدا، بس قلت اوريكم الحاجات الغريبه يعني. في بقى العلب دي ب 25 اللي هي الصغيره، والكبيره 45، دي علبه بغطاها تمام، وده ب 15 الصغنون ده، وده ب 20 الكبير. وطبعا الوانهم حلوه جدا، دول اللي هم التركي، معرفش بقى هم تركي ولا ستايل تركي. وفي برضو الباسكتات دي كمان حلوه قوي. وبرده دول حلوين قوي، ده تركي. وده سعره ايه؟ وده الصغنون ده ب 10 جنيه، شكله لذيذ قوي، خدش حاجه. ودي بتاعه الرز، بس مش هي واقفه كده، بصوا الشارع اهو، ده الاخره في السنترال. انا برده هقول لكم العنوان، هديكم العنوان بالظبط هو فين، تدخلوا له من عند السنترال من ايه. الشارع ده كله فيه بقى المحلات. الطقم ده تركي ب 400 جنيه، اللي هو كم قطعة، 1 2 3 4 5 قطع، ده تركي ب 400 جنيه. ده برضو ده للحمام، حلو قوي برضو لذيذ. وفي برضو اللي تحت ده كويس، كم ده؟ انا عرفت خلاص، استناني بس. ده برضو حلو قوي، يتحط في المطبخ. بص دول شكلهم فظيع، عجبني جدا.
بس شكلهم عامل ازاي فظاع. بتاع كلينكس بقى وكده حلوين قوي. بصي يا حبيبي ده بقى المكان من الناحيه التانية، ده سنترال المنشيه تمام، وبعدين اهو الشارع بقى اللي بعد السنترال على طول هو الشارع ده، ده اللي الشارع اللي بقول لكم عليه، وده محل الاقصى اللي انا قلت لكم عليه قبل كده اهو تمام. الشارع بقى ده كله كله من الناحيه التانية، وانا دخلته بقى من الناحيه اللي هي بتاعت الترام، ده من ناحيه السنترال. كل الشارع ده بقى مليان مليان بقى ادوات منزليه، مليان معروف، وده اسمه الاقصى عمل عروض، ان كل يوم جمعه في عروض. كل الحاجات دي ب 17 تمام. وهنا هنا بكام؟ هنا بكام قال لك؟ هنا ب 17.5 وهنا ب 12.5. كل دول ب 12.5 بتاعه البهارات وبتاع ده اللي هو ممكن منظمات على الـ على التواليت عندك، وكل العلب دي تمام اهو، والعلب دي كمان اهو، والبرطمانات دي كل ده ده وهنا ب 12، ده كل ده ب 12.5. تعالى يا استاذ احضر الخصومات النهارده، تعالى عروسه عروسه. وده هنا ب 17.5 الصواني والحاجات البهارات والعلب دي 17.5 الصواني دي، ودي اللي بتتحط على الحوض. ايه دي اللي ب 15 بدل 32؟ دول دي ب 15 بدل 32 يوم الجمعه. كل يوم جمعه عندهم عروض تمام، زي رنين كده يعني. ودول اللي بتحطوا على كل ده 17.5 تمام. والجنب التاني اللي وريته لكم والهون ده كمان تمام اهو، والشارع اهو برضو تاني كله، عشان مش عايز يبين الناس، كله ادوات منزليه يعني. هتيجوا وهتشتروا حاجات فظيعه يعني. والاسعار هنا طبعا المنشيه معروفه اسعارها قليله يعني، يعني مش حاجات غاليه. مره تانيه هعمل لكم بقى جوله في محل تركي ان شاء الله، لكن ده اللي هي الحاجات اللي هي العاديه يعني، في تركي بس قليل تمام. وهو ده المحل، باب المحل كده اكيد عرفتوا العنوان من ناحيتين بقى. بس 17.5 برضو عرض اليوم واحد، التلاتة ب 17. والباسكت ده لفت نظري برضو ب 17.5، والصواني دي حلوه انا عندي منها البلاستيك للولاد كده استعمال اليومي يعني، كنت جايباها من زمان جدا ب 20 ب 17.5. احلى والعلبه دي برضو زي الصغيرين بس كبيره برضو ب 17.5. الباسكت ده افتحيه كده افتحيه بغطا، لفت نظري برضو ب 50 جنيه وليه ايد حلو قوي برضو، شكله لذيذ جدا اهو. لعب بقى الاطفال والكلام ده حلو قوي. واللي جنبه ده ايه بتاع حد في الحمام؟ في الحمام بيتعلق عليها برضو الشامبوات وكده. بكام دي لو سمحت؟ بتاعت الحمام دي 30 جنيه، شكلها لذيذ قوي والله وسعرها حلو. ودول العلب اللي قلت لكم عليها